اسم مصر وراية مصر. عرف أنا بالجميل لما قدموه أبطال أولمبياد مصر من جهد عظيم في تحقيق إنجاز قومي انعكس بشكل إيجابي على الرياضة المصرية والعربية. نظم نادي الصيادلة احتفالية تكريم لهؤلاء الأبطال من أبناء الصيادلة المتميزين وسط فرحة عامرة بين الحاضرين. حاجة فخر لينا كجيش مصر الأبيض إن ربنا بيتوج مجهودنا بعد اللي شفناه طول الثلاثين كمان بوفدتين على علم مصر. فقلنا ده دورنا بعد ما سيادة الرئيس استقبلهم وكرمهم، لا دورنا إحنا كمان كنقابات مهنية وأندية مهنية إن إحنا نستقبل أبطالنا وإن إحنا نكرمهم وندعمهم ونعرفهم إن إحنا معانا، وبنوجه رسالة للمجتمع المصري إن صيادلة مصر مش بس هم الجيش الأبيض بتاعكم وخط الدفاع عنكم في الأمراض، لا دول كمان بينجحوا على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياسي وعلى كل المستويات في تمثيل مصر. أبطال الأولمبياد من الصيادلة عبروا عن فرحتهم الغامرة كونهم سبب في إسعاد الملايين من المصريين بالإنجاز الكبير بحصولهم على مراكز متقدمة في الألعاب الأولمبية، مؤكدين بمزيد من الجهد لتحقيق العديد من الإنجازات في المستقبل. أكيد طبعا شرف لينا وجودنا النهاردة في وسط بيتنا نقابة الصيادلة، وإن هو داعم لينا في إنجاز جزنا الرياضي قبل العلمي. طبعا وجود الريشة الطايرة في ثالث أولمبياد لينا، ثالث مشاركة لينا، أنا شاركت قبل كده في بكين 2008 وفي لندن 2012 وثالث مرة في طوكيو 2020، ده كان إنجاز تاريخي. زائد إن احنا ما كناش بس لاعبة فقط، لا كنا فرقة كاملة. اللعبة مش مشهورة في مصر قوي، يمكن تأهلنا المرة دي بأكتر من لاعب ده يشهرها أكتر في بلدنا. مجهود كبير والحمد لله إن ربنا أراد إن هو يتوج في الآخر بميدالية أولمبية، وربنا جبر بخاطري برضو في الآخر في الأولمبياد. وطبعا شعوري بتكريم زي ده النهاردة أن أنا بتكرم من حاجة ليها علاقة بالصيدلة بمجال دراستي، طبعا بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا أن كل الدولة مهتمة بأن هي تكرم اللعيبة اللي نجحوا في الأولمبياد وعملوا نتائج، سواء كانت من الرئاسة أو حاجة ليها علاقة بالرياضة أو حتى حاجة ليها علاقة بمجالات دراستهم. فسعيدة جدا جدا بالتكريم يعني، وأنا متواجدة كصيدلانية عملت إنجاز مش كرياضية عملت إنجاز. أنا بشوف دايما الطموح، يعني الطموح ما لا نهاية، أنت يعني يكون عندك طموح توصل اللي انت عايزه، يكون عندك هدف تشتغل على ده، تحاول انت تهيئ كل الطرق اللي انت توصل للهدف بتاعك. ما فيش حاجة معينة، بس طول ما انت عايز حاجة بجد هتقدر توصل لها. يعني تكريم نقابة الصيادلة لأبنائها المتميزين أبطال أولمبياد طوكيو 2020 هو بمثابة عرفانا للجميل لما قدموه من إنجاز قومي كان مصدر إسعاد لملايين المصريين. محمد حلمي، التلفزيون المصري.